عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم منتوج جديد اللي هو M51 في السامسونج جالاكسي. كما تشاهدوا هذا هو M51، وباش نعلموكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. كما تشاهدوا هاتف جديد، ما نلقاوش البصمة من الخلف، وما نلقاوهاش على الشاشة. المرة هذه نلقاوها في الجنب. البصمة هذه تشبه الهواوي Y9A و Y9S. البصمة تجي على اليمين في الجانب كيما لك. نعلموكم توا كيفاش ادخال البصمة على الهاتف هذايا. ندخلوا على البارامتر اول حاجة، نلوجوا على كلمة سيكوريتي اللي هي لهنا عنا امبخانت، نضغطوا عليها. نشوفوا لهنا نلقاو امبخانت، نعاودوا ندخلوا عليها كونتينيو. هنا يطلب مني بوضع رقم سري او موديل شيما، نحطوا موديل على سبيل المثال. على سبيل المثال نعملوا زاد باش ما ننساوش. من بعد نعاود ندخل الشيما مره اخرى، زاد كونفيرمي تاكيد. كما تشاهدوا على الصوره يطلب مني بوضع الاصبع على الجنب كيما هكا. نقوم بادخال البصمه كما تشاهدوا. نحاولوا نحطوا الاتجاهات كل الفوق، اللوتا على اليمين على اليسار، لا لين تعمل 100% الاماكن الكل يتعباو. كما تشاهدوا فما بلايص مازالوا فارغين، نحاولوا باش نسرعوا شويه. ولا 100% تمت العملية بنجاح. لهنا كونتينيو، نخرج عادي. توا نسكر الهاتف نتاعي على اساس الهاتف محطوط. حبيت ندخل باش نحل الهاتف نتاعي، ننزل كيما هكا. يطلب مني رقم سري ما نعرفوش، يجي صاحب الهاتف يهز يحط الامبخانت نتاعو نزلة صغيرة كيما هكا، الهاتف يتحل. معناتها بصمة سريعة جدا تأتي على جانب الهاتف. نعاودو مرة أخرى، نزلة صغيرة، مش لازم تنزل بالقوي، معناتها مش لازم تنزل بالقوي الهاتف يطلب منك باش تحل ولا تسكر. نزلة خفيفة هكا دوبلاشك، معناتها نزلة نعاود نسكر، نزلة خفيفة كيما هكا. بون استعملنا صباع برك، نرجعنا الحق في أكثر من صباع مثلا، أكثر من البصمة. نعاودو نفس العملية، أومخانت، ندخل الشيما اللي عملته أول مرة. هنا تحب تعمل امبخانت اخرى ثانيه، تعمل اجوتي نفس العمليه. بون ما ندخلوش الصباع هذا على خاطر صايي، وهو نورمالمون ما يدخلش، اما دخل هنا ولا بون. احنا ما حشناش بالصباع هذا، ديجا عملناه. نعاودوا العمليه، نخرج اجوتي، نحط الصباع هذا. تو حاشي بالصباع هذا باش يكون عندنا زوز صباعات مختلفين، زوز بصمات مختلفين كالعادة. اللي نتعمل 100% 95، ولا اللي نتعمل 100% تغميني نفس العملية اللي عملناها أول مرة. ولا كما تشاهدوا الصباع هذا يحل والصباع هذا يحل، عنا زوز صوابع، نجم نكملوا الصوابع الكل. بوا ما عليناش، نعمل لكم تجربة بصباع آخر اللي هو ما يحلش. ولا ما يحلش هذا يحل وهذا يحل. باهي، اذا حبينا نفسخوا البصمه شنو نعملوا؟ عمليه سهله زاد هكا، ما فيها حتى قلق. كيف ندخلوا على سيكوريتي، نعملوا امبخانت كيف نحطوا الشيما. هنا عندنا البصمه الاولى، نعملوا لها سوبريمي. ولا البصمه الثانيه سوبريمي. ولا هكا ما عادش عندنا حتى بصمه، ما عادش تمشي. اش قعد عندنا؟ الشيما. نحبوا كان نحبوا نحيوا الشيما، ندخلوا على البارامتر. هنا عندنا ايكرون فيغياج، ندخلوا عليها. هنا عندنا موديل، ندخل الشيما اللي دخلته اول مره. وهنا نعمل اوكيل، تلصق كل شيء، ما عادش عندنا حتى شيء. لا نثبتوا اللي ما عادش عندنا حتى بصمه.
ولا ان شاء الله تكون طريقه عجبتكم، وشكرا على المتابعه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل ما جديد في الفيديوهات نتاعي. شكرا على المتابعه والى اللقاء.